درجة اللي كتير على الفيسبوك، انت بتلاقي وقت ازاي تكتب مقالات وتطلع المجلة وتعمل فيديوهات والحاجات دي كلها. انا شايف انها حاجة تستاهل او حاجة ليها لازمة، بس هو السؤال اتكرر فقلت يعني اقول اجابة مختصرة وان شاء الله سريعة، وهي نفس الوقت اللي انت بتقضيه ان انت دخلت على الفيسبوك عشان تسأل السؤال ده، هو نفس الوقت اللي انا دخلت قريت فيه حاجة كويسة. فهو الفكرة بس في ان انت تحاول تستغل الوقت، وكلنا وقتنا 24 ساعة، بتقضي في الشغل تقريبا 12 ساعة ومثلا بتنام 6 ساعات، هيبقى لك في اليوم مثلا ساعتين ثلاثة بعد ما تخلص شغل البيت. فهو ساعتين دول حاول تخليهم بعد الفجر، تصحى بدري تحاول تقرا حاجة، تحاول تلخص حاجة، تحاول تشوف ايه اللي انت بتحبه وتهتم بيه، هو ده اللي تبذل فيه جهدك. يعني مثلا واحد عايز يقوي نفسه في الانجليزي يبدأ في الوقتين دوت يذاكرهم، يحاول طول اليوم مثلا يركز في موضوع الانجليزي، مهتم بالكمبيوتر الساعتين دول يشوف مثلا برمجه، يشوف كذا يشوف كذا، وبقيت اليوم برضه يحاول الحاجات طول الوقت تحت عينيه ومهتم بيها. لو بيقرا مثلا مجلات بدل ما بيقرا مجلات سياسيه، لا يحاول يقرا في الموضوع دوت، هيلاقي عنده ثقافه كويسه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.